واليوم الذي يريد أن يحطم الطواغيت في عصرنا عليه أن يحيي أهداف هذه الشعائر التي نحييها من أجل إحياء قضية العدالة وقضية الحق ومواجهة الباطل وإزهاق الباطل. نعم، طريق الحق مليء بالمصاعب ومليء بالمتاعب ومليء بالمعاناة، وإن الذين تخلفوا عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام قد وضعوا التبريرات الكبيرة والكثيرة من أجل أن يبرروا موقفهم وتخاذلهم عن نصرة الإمام. في ذلك الزمان قالوا نحن مشغولين بالحج، والحج فريضة من فرائض الله. واليوم نحن نقول نحن مشغولون بإحياء شعائر عاشوراء، وينبغي أن لا نفسد إحياء شعائر عاشوراء. بالأمس كانوا يقولون أن الوضع الأمني في الكوفة كان وضعا أمنيا شديدا، لذلك لم نستطع أن ننصر الإمام الحسين ولم نلتحق بكربلاء. واليوم يقولون الوضع الأمني شديد ومتشدد وصعب، ولذلك نحن لا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر ولا نقول كلمة الحق في وجه سلطان جائر. من أراد أن ينصر الإمام الحسين استطاع أن ينصره ويصل إلى كربلاء ويستشهد بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. حبيب بن مظاهر ألم يكن في الكوفة؟ كان في الكوفة، وجاءه أهله وأبناء عمومته وحذروه من الالتحاق بكربلاء، وقد كان الوضع الأمني في الكوفة شديدا وخطيرا، ومع ذلك استطاع حبيب بن مظاهر أن يتجاوز كل الصعوبات وأن يلتحق بركب الحسين ويستشهد بين يدي الإمام الحسين. قضية الحق والباطل، قضية نصرة المظلومين، هي قضية الإمام الحسين عليه السلام. من تخلف ويتخلف عن نصرة المظلومين، لو عاد به الزمان وتعود كربلاء لتخلف عن نصرة الإمام الحسين عليه السلام.